بس قبل ما نشوف التعقيم اللي بيتم في زمن الكورونا الأول. وليد، ما هذه الإجراءات من أجل الوقاية من كورونا المستجد؟ أيوة، بدأنا منذ انتشار فيروس كورونا، بدأ الشركة أخذت بعض الإجراءات الوقائية زي تعقيم السيارات، قياس درجة حرارة الموظفين اللي داخلين، تمام؟ برضو ممنوع دخول المشروع للغير مصرح ليهم بإذن مسبق، وبالنسبة للعاملين قبل دخول المشروع بيتم الحجر بتاعهم لمدة 14 يوم وبعدين يسكنهم في الموقع، لما يجوا يرجعوا تاني حجروا تاني لمدة 14 يوم. كل الإجراءات دي إجراءات وقائية من الفيروس علشان نحافظ على البروجريس بتاع المشروع وعلشان نحافظ على العاملين في المشروع.